السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش تركيب خاتم تطيور البادجي او فراخ البادجي. بسم الله. بزاف ديال المربين كيوحلو كيفاش يركبوا الخاتم اللي في داخل البادجي. كما تلاحظوا معنا خاتم سنة 2021. الفرخة هو بسم الله. طبعا على حسب اللي بيدير الخاتم في الرجل اليمنية ولا رجل اليسارية. انا من الاحسن ندير في رجل اليسارية او عفوا اليمنية. بسم الله. نشدو دوك الصباع الفوقانيين ماشي الخلفيين. هاهما رجلي نتاع التاه. هذا غادي نحطوه كنشدو الخاتم. ها هو كما كتلاحظو معنا صبقو الصباع هو الاول الكبير عاد الصغير. بسم الله. نقرب لكم. هيا شوية بداو كطولو الخاتم بحال هكا كطولو حتى يدخل بسلام. شفت معنا كيف بداو كطولو الخاتم بحال هكا حتى يدخل على خاطر. هو بدا كيدخل شوية ما تفاصل ما والو حيت الرجل ديال الطير اللي خدا الطير تكون باقي ما كملات في النمو ديالها تتكون باقي فيها داك العظم باقي ضعيف شوية. هنا هو بدا كيدخل الخاتم. دابا الطير كبير كبير شوية فهمتي. ما راه خاص تكون عندو من بين 8 أيام حتى 9 أيام من بين 8 أيام حتى 14 يوم خاصها تكون في هاد المدة كتشي ليه الخاتم ديالي. ثم طلعت واحد معنا هو الفريخ ركب ليه الخاتم ديالو بسلام. هو بسلام وما تنساوش تابوناو في القناة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.